حسين سوري احمد فتحي، احسان خرجه لماذا يدفع هون حتى ما شاف الدفعه؟ انت شاف اللكمه، اللكمه جدا قويه. لا. تصرف مخطئ من نينيه وتصرف نينيه، لماذا يدفع نينيه؟ في هذه اللحظات كان لا يجب على احسان خرجه الا ياتي. في 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 وجود كابتن الفريق رجب حمزه ممكن ياتي ويجادل الحكم، تاتي وتدفع نينيه لماذا؟ فنينيه بعد ذلك رد الدفعه بلكمه. بعد ذلك كان ممكن Y'all gon' make me lose my mind. Up in here, up in here.